أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، هم فيها خالدون.